فضيلة الشيخ عطية صقر، ما حكم الدين في تحويل رجل إلى امرأة أو العكس بعملية جراحية أو أدوية طبية؟ معلوم أن الذكورة لها أعضاؤها المعروفة، وكذلك الأنوثة لها أعضاؤها المعروفة، وقد يولد شخص به أجهزة الجنسين فيقال له خنثى، وقد تتغلب أعضاء الذكورة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكرا يتزوج أنثى وقد ينجب، وقد تتغلب أعضاء الأنوثة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير أنثى تتزوج رجلا وقد تنجب. أما مجرد الميول الأنثوية عند رجل كامل الأجهزة المحددة لنوعه فهي أعراض نفسية لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، وقد تكون الميول اختيارية مصطنعة عن طريق التشبه فتقع في دائرة المحظور بحديث لعن المتشبه من أحد الجنسين بالآخر، وقد تكون اضطرارية يجب العلاج منها بما يمكن، وقد يفلح العلاج وقد يفشل، وهو مرهون بإرادة الله سبحانه. كما أن مجرد الميول الذكرية عند امرأة كاملة الأجهزة المحددة لنوعها لا تعدو أن تكون أعراضا لا تنقلها إلى حقيقة الذكورة فتقع في دائرة المحظور إن كانت اختيارية، ويجب العلاج منها إن كانت اضطرارية. والله أعلم.